برعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة السياحة، انطلقت فعاليات مؤتمر أول إعلان عن تكوين فريق مصري لسباق السيارات بدعم من نادي السيارات، فهو الفريق الأول الحاصل على الرخصة الرسمية الدولية للنادي رقم واحد، مما كان دفعة هامة لدعم فرق أخرى تأتي بعد ذلك لتطوير هذا النوع من الرياضة. وجدت إن في ناس بتسابق الزمن، بتتعامل بسرعة الضوء، فوقفت قلت لا، لوحدي مش هقدر أكمل، وكان من ساعتها القرار إن أنا أختار وأنتخب فريق جيد يدعمني في مشواري. بنحب نشارك جدا ونرعى كل الأحداث الرياضية المهمة، وخصوصا الحاجات اللي هي هتخش في الإطار الدولي عشان ندعم مصر ونحطها. يعني أنا عارفة إن الرياضة دي كان بقالها فترة ما لهاش اهتمام هنا، بس دلوقتي مهتمين بيها، وإحنا بنحب نشجع فريق وحدث رياضي زي ده. وإحنا بندعم هذه الرياضة لأنها زي ما بنقول إن الشباب في حماسة، فبينزلوا يتسابقوا في الشوارع لان مفيش حاجه بتنظمهم وبتضمهم في حته، وبيحصل حوادث كتيره. فاحنا كمان بنشجع ان احنا نقلل من الحوادث دي بان احنا نمتص الحماس بتاع في حاجه رياضيه. ان شاء الله انا وجودي مع الفريق النهارده ان انا عندي حاجات انجازات تانيه اعلى بكتير، مستويات مختلفه ناويه احققها ان شاء الله مع الفريق. نسعد احنا دلوقتي الحمد لله ربنا وفقنا ومعانا سبونسرز، فبنسعى ان احنا هنبتدي بقى نسابق، بدل ما نسابق محلي هنطلع نسابق بره، ومن الشهر الجاي ان شاء الله طالعين ناخد دورات تدريبيه في دبي. كطبيعه مشاركه احنا كنا مشاركين عادي كمتسابقين عاديين، لغايه لما اتجمعنا في 1/1/2015 وقررنا ان احنا نعمل كتيم هيبقى اول فريق رسمي متسجل في نادي السيارات واتحاد الاف اي الدولي. احنا بنشجع وبنرعى اي شباب مصري محب لهذه الرياضه عايز ينفذها بشكل فيه يعني اكبر درجات السيفتي